انا بقى لي اكتر من 25 ساعه بلف حوالين نفسي، كنت قاعد في البيت وبفكر يعني في ناس عملت حاجات غيرت بيها العالم زي توماس اديسون لما اخترع المصباح او نيوتن لما اخترع نظام الجاذبيه، لكن انا ما بعملش اي حاجه غير اني بطفح وانام وادخل الحمام. فقررت اني هتغير، فمسكت اللابتوب عشان اجيب فكره، وانا بدور لقيت في ناس كسر الارقام القياسيه في جينيس ريكورد، فقررت اني هكسر الرقم القياسي في اكتر حد يلف حوالين نفسه عشان احفادي يتشرفوا بيا لما اموت. اكتر حد عملها قعد ساعتين، قعدت 25 ساعه وثانيتين بعد كده وقعت. صحيت بعد كده لقيت نفسي في 2021، ما صدقتش نفسي، طلع اني لفيت كتير قوي لدرجه ان انا سافرت عبر الزمن. ما لقيتش حد عايش خالص، اظن كل الناس ماتت في 2020. ففرحت واتبسطت قوي اني كنت في غيبوبه وعديت 2020 بخير. مين عايش ناو؟ صح، انا نسيت موبايلي. كنت بشفط ميه، بعد كده افتكرت حاجه مهمه جدا. افتكرت اني كنت عامل هاك لموبايل رئيس روسيا عشان ما يعدنيش في السكور على سبواي سيرفيس عشان انا وهو اصدقاء على الفيسبوك. بعد كده لقيت طيارات حربيه طايره في كل حته حواليا، اتخضيت وقلت اكيد هو اللي بعته. كنت خايف قوي وقلت ان في حروب اتعملت لاتفه الاسباب، زي في 1859 لما واحد قتل خنزير حصلت حرب، او في 1325 لما حرب ابتدت بسبب جرد المايه، ودلوقتي في 2020 حرب هتبتدي بسبب سبواي سيرفيس. فقلت ان 2020 مش ناقصه، فقلت انا راجل وهطلع احل الموضوع بنفسي. واول لما جيت اتخانق بكل ادب صحيت النهارده وقلت انا هروح الفيوم. بدانا الطريق، واول لما وصلنا نزلنا البيسين، بس انا نزلت بيسين الاطفال عشان ما بعرفش اعوم. واحنا في البيسين حاولت اغرق بيبو عشان اكل الشوكولاته بتاعتي امبارح من ورايا. بعد كده اختي قالت لي لا مش عارفه اتشقلب في الهواء، فقلت لها اتعلم كده عشان النط، بس اتزحلقت فشكلي كان وحش قوي، وفضلت تضحك عليا، فنط قمصت وطلعت من البيسين. تاني يوم رحنا نعمل سكيتنج على الرمل، فقلت ان دي فرصتي اني اخد حق، فلما جيت دور اختي زقتها وقعت. بعد كده جيت عشان ابص ورايا لقيت بابايا. بقالي اكتر من 5 اسابيع عمال اخطط ازاي انتقم من صاحبي وعشيقتي اللي خانتني معاه. عاوزين تعرفوا عرفت ازاي؟ كنت دايما لما اتصل بيهم بيبقوا مع بعض في نفس الحته، ودايما بتقوله على اسرارنا، ومره في يوم لقيتها لابسه التيشيرت بتاعته. واخر حاجه واللي عصبتني قوي ان اخر صوره هي منزلاها كانوا حاضنين بعض، فقلت خلاص انا هقتلهم. فجبتهم عندي البيت وحطيت لهم سم في الكوبايات، واحنا بنوري بعض صورنا في البطاقه فجاه وقعوا وماتوا. وانا بشيل الكوبايات عشان ما يبقاش في دليل، لاحظت حاجه غريبه قوي في بطاقتهم، اسميهم هما الاثنين في بطاقتهم بعد اول اسم طلع زي بعض بالظبط. ايه ده، دول طلعوا اخوات. اول ما هيعملوا لي فولو على انستغرام هعملهم فولو باك. انا اسمي الدكتور ياسين احمد، ولو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده يبقى ده معناه ان انا مات. انا بعمل الفيديو ده عشان اقول لكم قصه محاولتي. انا بقالي اكتر من 5 سنين بدور على علاج للكورونا، لكن الكورونا بقالها 8 شهور، يعني اسبوعين يعني. وانا بعمل ابحاثي لقيت الماده اللي بتعالج الكورونا، بس المشكله اللي هي فوق جبل ايفرست. بس قلت لازم انقذ العالم، وسافرت وطلعت الجبل، وبعد تعب ايام وصلت للحته ولقيت الماده، ورجعت البيت وحطيت الماده جنب الباب ودخلت انام. صحيت تاني يوم عشان اقول للعالم كله على الماده، فكنت فرحان قوي. رحت عند الباب مكان ما حطيتها ما لقيتهاش، سالت مامتي قالت لي اللي هي رميتها في الزباله. رحت عشان اشوفها في الزباله برضو ما لقيتهاش. لو سمحتوا ما تحكوش قصتي عشان ما حدش يتف في تربتي، انا اسف يا عالم. انت مستني مين؟ مستني بنتي. وانت مستني صاحبتي؟ حلوه قوي يا عمو، جامده قوي، اجمد واحده في الدفعه بجد. اه انت عندك كام سنه اصلا؟ عندي 17. ايه ده، قد بنتي يعني بجد؟ اه اسمها ايه بقى؟ اسمها حبيبه. حبيبه محمد؟ اه ايه ده، انت عرفت ازاي؟ شكلك ليك في الاندر ايدج يا عمو. لا عشان دي بنتي. طب سلام. انا بقى هدفنك هنا يا ابن. عجبكم الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا في الكومنت ايه اكتر فيديو عجبكم.